في السنين الأخيرة شفنا اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية في مصر. ده ظهر من خلال المشروعات الكبيرة اللي بتنفذ على مستوى الدولة. واحد من أهم المشروعات دي هو مشروع تطوير الرعايات والحضانات والطوارئ اللي هدفه أنه يدعم ويوفر الرعايات المركزة والحضانات في كل أنحاء الجمهورية. المشروع ده بيحاول يوفر الرعاية الطبية الضرورية للحالات الحرجة وللأطفال حديثي الولادة في كل مكان في مصر. وزي ما أعلنت وزارة الصحة، تم زيادة عدد الرعايات المركزة والحضانات في 6 محافظات، وكمان زاد أعداد الناس اللي بيتم تسجيلهم على منظومة العناية الفائقة. عشان كده خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعايات الحرجة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح النور عليك وصباح الخير على كل المصريين. صباح النور دكتور. كنا بشدة الحاجة لمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، لأن قعدنا فترات طويلة نسمع إن الناس بتبقى قاعدة محتاسة بتحاول تدور على سرير في الطوارئ أو على حضانة لأطفال حديثي الولادة، فأعتقد إحنا كنا بشدة الحاجة لهذا المشروع. تمام كده يا فندم. هو المشروع ده كان معمول لخدمة المرضى لسرعة الاستجابة والوصول ليهم بأسرع طريقة وأسهل طريقة. نعم. أحب أعرف على كده إن مشروع رعايات مصر ده تابع للرعاية الحرجة. هي الرعاية الحرجة دي كانت في البداية عبارة عن عدة إدارات فيها سموم، وكان هو خط استاشن 137 وغرفة الأزمات وغرفة التحكم الرئيسي للإبلاغ عن الحوادث. الفكرة جت إن إحنا نعمل دمج لكل الإدارات دي للتسهيل على المواطن والمريض للوصول إلينا، ومن هنا جت فكرة مشروع رعايات مصر، دمج جميع الغرف والإدارات بالإدارة. طب دكتور محمد، حابين نعرف من حضرتك شوية أرقام كده تفاصيل، يعني كم غرفة رعاية وحضانة طوارئ موجودة، والمستهدف الفترة اللي جاية إن شاء الله لتطوير هذه المنظومة إن احنا نصل إلى كم غرفة مستقبلا؟ احنا الحمد لله كده عندنا عدد سرير رعاية أكثر من 6000 سرير رعاية في المستشفيات الحكومية. عندنا ما يفوق عن 1200 حضانة برضو في المستشفيات الحكومية. ده على مستوى الجمهورية كلها؟ مستوى الجمهورية ما يفوق عن 6000 وما يفوق عن 1200. طيب، فكرة ان احنا نعمل تطوير وفكرة ان احنا نزود هذا العدد، الهدف منه دكتور انه هو اتعمل ازاي؟ يعني عشان نقدر نزود اعداد الحضانات ونزود اعداد اسرة الرعاية المركزة، اعتقد ان ده ما كانش سهل، او اعتقد ان هو ما كانش جاء وليد اللحظة. يعني هي التعليمات من معالي النائب مجلس الوزراء معالي الوزير سلاح حصر، احنا بنعمل دراسات دورية بنشوف اكتر محافظات الاحتياج. في عندنا الادارة العامة للمشروعات رئيسها مساعد وزير الصحة الدكتور انور، هو بيعمل معانا المشروعات، بيعمل معانا الخطط على فترات، بيشوف الاحتياجات وبيدرسها مع بعض. بيتم الدعم المستشفيات بالسراير والحضانات المتاحة والمطلوبة للمرضى. طب دكتور محمد، احنا فين من المستويات العالمية في الاستجابة للطوارئ؟ يعني في مدة معينة المفروض يتم الاستجابة فيها سريعا وتوفير غرفة للطوارئ والرعاية المركزة تحديدا، احنا فين من المعدلات العالمية، والمعدل الحالي بيستغرق قد ايه وقت عشان نوفر غرفة رعاية مركزة؟ هو كوقت المريض عندي مش رقم، هو عندي كحالة وضع الحالة ايه، محتاجة سرعة استجابة في وقت زمني قد ايه. يعني انا عندي كل المرضى مش كل زمن الاستجابه موحد معاهم، انا في حالات طارئه جدا بنسكنها متوسط زمني سريع، يعني اول ما يجي لي الطلب احنا بنشتغل على حالات الحوادث الحرجه اللي بتبقى في الطوارئ محتاجه تدخل وعمليه وحاجز رعايه، دي بنشتغل عليها فورا وبتسكن في توقيتات عاليه جدا. يعني متوسط ممكن في خلال ساعه او ساعتين الحالات الطارئه اللي في الحوادث دي احنا بنسكنها بسرعه جدا، ليها اولويه اولى. وبنصنف المرضى مش كله ليه نفس التوقيت، في حالات ممكن تنتظر، في حالات اولويه اولى عنها، في حالات زي حالات الجلطات او كده دي بيتعامل معها مع الطوارئ مع مزيليات وبتحتاج بعد كده رعايه بعد فتره مش وقت حالي فوري. دكتور، واحد من الحاجات المهمة اللي بتركز عليها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة هو اللامركزية، يعني مش علشان واحد ياخد علاج كويس أو يلاقي له مكان في مستشفى كويسة لازم ينزل عواصم المحافظات. أعتقد أن الموضوع اختلف تماما مع وجود عدالة وتوزيع للمراكز الصحية وللأسرة، سواء بقى رعاية مركزة أو حضانات، على مستوى المحافظات المختلفة حتى المحافظات الحدودية. اوضح لحضرتك، كان في الاول المريض كان بياخد بيخش الطوارئ المستشفى، بيجيب تقرير، بيقعد يلف على المستشفيات الحكوميه
صيام بقى المريض معاه او لا، بيلف على كذا مكان، ممكن يطلع بره المحافظه يشوف مكان. احنا دلوقتي بالتعليمات ان ما فيش مستشفى عيان يطلع بره غرفه الطوارئ في المستشفى. المستشفى بتكود العيان، بتدفع جميع تحاليله واشعاعاته اللي معموله. احنا كغرفه مركزيه للعمل للرعايات بنعرض التقارير والحاجات دي على جميع المستشفيات، اقرب مستشفى ليه وانسب مستشفى للحاله اللي مطلوب لها الخدمه فيها. يعني المريض ما بقاش يلف خلاص. احنا لكن بقى في دلوقتي اسره مجهزه على الاقل في كل محافظه يقدر فيها العيان يلاقي الحل عنده. كل محافظه متغطيه نفسها بعدد السراير والحضانات، واحنا بنشيل في الاولويه الاولى موضوع الحضانات، يبقى الطفل اقرب لمكان سكنه. طبعا ده بيحتاج دكتور محمد فكره التنسيق والتعاون ما بين كافه القطاعات العلاجيه، المستشفيات الجامعيه، المستشفيات الحكوميه. ازاي ده بيتم، وبيتم ازاي الربط على المنظومه الالكترونيه كمان عشان اعرف الاماكن الشاغره لسراير الرعايه المركزه في الخريطه كلها المصريه؟ احنا الحمد لله بفضل ربنا عندنا غرفه العمليات، غرفه رعايات مصر مضبوطه في السيستم. كل المستشفيات بتنزل عدد السراير المتاحه والفاضيه والمشغوله. عندنا جميع المنسقين من كل الجهات متواجده في الغرفه، واحنا تم من خلال ال 10 ايام اللي فاتوا تم اضافه هيئه الرعايه الصحيه معانا في مشروع الرعايات للحالات اللي ليها تامين صحي شامل، بننسق لها على مستشفياتها. كله بيتعاون. عندنا غرفه الدم، توفر الدم للمواطن لو احتاجه في اي مكان، بيتصل بنقول له مكان ليك الفصيله اللي هتطلبها موجوده فين، مش بقاش يلف الاول على كل مركز دم يشوف الفصيله. عندنا غرفه السموم بتتابع الناس في حالات السموم في الطوارئ، وبتدي التعليمات للناس او مع المستشفى بتتابع الحاله اول باول. طيب دكتور، وجود قاعده بيانات دي واحد من الحاجات اللي كنا مفتقدينها، واعتقد انها مؤخرا بقت موجوده. الربط الالكتروني ما بين العنايه المركزه او الرعايات المركزه في مختلف المستشفيات، ده بيساعد على ان المريض يتلقى العنايه الطبيه بسرعه، بحيث ان احنا نقدر نوصل لمرحله ان احنا نلحق الحالات اول ما بتوصل لنا على طول؟ تمام يا فندم. زي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا بنعمل تصنيف للحالات، والربط عن طريق المنظومه عندنا في الرعايه الخارجه بيبقى مربوط. وعندنا دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا عندنا حوكمه داخليه جوه الاداره عندنا في مشروع الرعايات، وفي حوكمه خارجيه بناء تعليمات معالي نائب وزير الصحه بالمرور. وبيحصل عندنا داتا اناليسيس بتحلل كل الحالات وبتتابع وبتتراجع جوه وبره، وبيحصل لجان مرور على المستشفيات لمتابعه الاسره الخياليه والتسكين عليها فورا. عظيم، كل شكر ليك الدكتور محمد الصدفي رئيس الاداره المركزيه للطوارئ والرعايات الحرجه، شكرا جزيلا ليك.